ثروة يمتلكها لبنان ومنفستان اللبنانية ممكن أن يكون كنزاً اقتصادياً. إنه الشاطئ اللبناني، كل ما يتحسن وضعه بيرجع للصفر، لا بل إنه يعاني اليوم من أسوأ مراحله بسبب مكبات النفايات المنتشرة هنا وهناك من ناحية، وبسبب إهمال فظيع يرتكبه اللبنانيون وحكومتهم بآن واحد. وهذا الفلت يعني بيعمل هيك إشياء، تعتير شو بدك تعمل؟ مين بقى بيسترجي يروح لهونيك؟ بالاضافه للتلوث الموجود والوسخ. ما في دوله، ما في تنظيم، ما في اي اداره عم تهتم بهالمواضيع، ما في بيئه. كان المفروض يستدركوا الامر قبل هلا. عن جد مسخره، صراحه واحد ما في ينزل بقى على ولا شط. كله بدفع، غير انه دفع، اذا مش دفع يعني يكونوا مستملكين، يعني يا حاطين دكانه يا حاطين شيء. كله بضر وكله مش منيح وكله بيأذي الشعب وبيأذي العالم اللي جايين على موسم سباحة، يعني ما بعرف واحد شو بده يحكي، ما بعرف. 24 نوعا من الجرائم المختلفة يعاني منها الشاطئ الذهبي، ف235 كيلومتر طبيعيا يتميز بها الوطن تواجه سلسلة من الكوارث الطبيعية تنقله إلى واقع مظلم قد يحرم منه أبناء الوطن. 24 نوع من الجرائم بتصيب الشط اللبناني، كل نوع من هيدي الجرائم في جرائم كتير بقلبه. واحدة من المشاكل الأساسية اللي عم بيعاني منها الشط اللبناني هي مكبات النفايات على طول الشط اللبناني. في 8 مكبات عملاقة من الجنوب من عين بعال بسور وصولاً لطرابلس 1 و2. عنا مشاكل كتيرة بموضوع الصرف الصحي. تقديرياً الرقم يمكن ما يكون دقيق، اليوم في حوالي 56 مجرور بيصب على الشط اللبناني. عنا محطات التكرير، مفروض محطات تكرير مبتزلة على الشط اللبناني كلها غير عاملة. عنا كمان 4 مليون متر مربع احتلال كامل، اعتداءات كتير كبيرة على الشط اللبناني. كل واحد مسؤول نافذ مسكر الشط ومعتبره لقله. عنا المنتجعات البحرية اللي أكل الأخضر واليابس، عنا شفط الرمول من دلن عد ومن عد ردميات، المشاكل اللي عم بتصيب مطار بيروت، حتى معامل معالجة النفايات يلي انعملت على الشط يلي عم بتضر الشط، وبذات الوقت عم تعمل روايح بمناطق بيروت والمناطق الساحلية. هيدا الشط اللبناني فائد أهم عنصر يلي هو الهوية المعمارية للمدن الساحلية. بعدين عندنا كل الاعتداءات على الشط اللبناني، يعني بمعنى العمار يلي بيصير على الشط دغري وتحت الطريق، يعني بدل ما نعمر نحن فوق الطريق ونترك المنظر البحري للسيارات هي وماشي للمنظر البحري يلي نحن عنا اياه، صرنا منلاقي انه على معظم المدن الساحلية هناك عمران على تحت الطريق بشكل عم نمنع المنظر البحري. لا حسيب ولا رقيب ولا إشارات إلى حل إنقاذي لما تبقى من هذه الثروة رغم ما فيها من تحفيز للسياحة، فما حدا سألين على الرغم من وجود حلول قد تكون إنقاذية سريعة وبديهية. هيدي الطريقة بالإهمال والاعتداء على الشط اللبناني عم تضرب مداخيل اللبنانيين، المداخيل الاقتصادية، المداخيل السياحية، المداخيل الاجتماعية، وحتى أبسط الحلول إنه اللبناني ما عم بيقدر ينزل على البحر. مش عم نحكي عن الثروات البحرية وعن الطحالب بالبحر وعن موائل الأسماك كذا، عم بحكي إنه ما عم بيقدر الشخص اللبناني أو المواطن اللبناني يقدر ينزل على البحر ببلاش. واللي أهم من هيدا وكله إنه هيدا الشط اللبناني ملكه هو، هيدا ملك عام، وللأسف عملوه ملك خاص وقسموه على بعضهم، اعتدوا عليه كله سوا، والشعب اللبناني بعده عم يدفع. واحدة من أهم الحلول بهذا الموضوع إنه بدل ما النفايات تنزل من الجبال باتجاه مدن الساحل، لازم يلي هي عادة مليانة السكان، لازم تطلع من الساحل على المطارح اللي فيه أراضي لها وأراضي كبيرة وفيها تستقبل النفايات. والتاني شغلة، وقت منكون فرزنا من مال وعملنا إعادة تدوير من مال وعملنا تسميد من مال، هيدا الشيء نحنا بيساعدنا إنه نخفف مشاكل عن الشط اللبناني وإنه نحميه بموضوع النفايات، وإنه ما نعود ساعتها نستهلك مكبات جديدة على الشط يلي عم تضرب السياحة كلها. بموضوع الصرف الصحي طبعا نحن بحاجة لمحطات، وأفضل أنه كل ما بعدنا عن الساحل عن الشط بيكون أحسن، لكن بدنا محطات بدرجة تكرير سيلسي تيرسيير. فهل من ينقذ شاطئنا ورماله الذهبية أم مزيدا من الإهمال والتقاعس؟